اهلا بيكم في حلقه جديده من مونديال البيزنس. النهارده هنتكلم عن منتخب السعوديه وعن النتيجه الغير عاديه اللي عملها مع الارجنتين بفوزهم في اول ماتش ليهم في البطوله 2-1. طبعا الناس كلها كانت متوقعه ان منتخب السعوديه هيشيل كتير، ميسي هيبقى هداف البطوله، السعوديه هتبقى حصاله، انما اللي حصل كان عكس كل التوقعات. بس واضح ان هم في السعوديه وفي الاتحاد السعودي كانوا عارفين هم بيعملوا ايه كويس، وعشان كده هم ما كانوش محظوظين، وعشان كده عرفوا يحققوا النتيجه اللي حققوها دي. خليكم معانا في الحلقه دي عشان تعرفوا الاتحاد السعودي عمل ايه، منتخب السعوديه عمل ايه، وهيرفي رينار عمل ايه مع الفرقه دي عشان نقدر نوصلها للمستوى ده. الشغل اللي اتعمل من 3 سنين لما الاتحاد السعودي عين هيرفي رينار وقرر ان هو يعمل مشروع جديد للكرة السعودية. الاتحاد السعودي في الوقت ده فهم ان الكرة بيزنس، وان الموضوع محتاج تخطيط وتنظيم ودراسة، واهم من كل ده قرارات مظبوطة ومدروسة. هو ده اللي حصل في التعيين بتاع هيرفي رينار من اكتر من 3 سنين. لو قسمنا الكره الحديثه هنلاقي انها بتعتمد على 4 حاجات: تكنيكال، فيزيكال، منتال، تاكتيكال. النهارده هنتكلم عن حته المنتال، وازاي المنتخب السعودي او ازاي هيرفي رينار عرف يسيطر على اللعيبه بتاعته بطريقه قويه جدا، لان اللعيبه بتحبه وبتحترمه وبتخاف منه. فهيرفي رينار عرف ان هو يحطهم في الاجواء بتاعه الماتش، عرف ان هو يحطهم في مواقف كتيره مختلفه من الماتش. ان انت لما في اول 10 دقائق ميسي يحط فيه الجون، خلاص الطبيعي ان الفرقه بتنهار، وطبيعي ان الجمهور كله هيبقى متوقع ان الفرقه تنهار. انما مسكوا نفسهم الشوط الاولاني، عرفوا يبقوا كويسين جدا الشوط الاولاني بالرغم من الاصابات اللي حصلت لهم العنيفه جدا في الشوط الاول، انما هم عرفوا يمسكوا نفسهم الشوط الاولاني لغايه اما جت السبيتش العظيمه اللي احنا كلنا شفناها في السوشيال ميديا في الاستراحه في ماتش السعوديه والارجنتين، لما هيرفي رينار وقف زعق للعيبه بتاعته وحمسهم وحفزهم وقال لهم انتوا عايزين تاخدوا التليفونات بتاعتكم تتصوروا مع ميسي في نص الملعب، ولا عايزين تكسبوا الماتش. وقبل الماتش كان بيتكلم معاهم ان والدته محتاجه تشوفه بيلعب في كاس عالم، مع ان هي ممكن تبقى شافته مع المغرب قبل كده، انما هو برده بيستنفر حاجه من اللعيبه عشان هم بيحبوه. وهي دي كانت الطريقه بتاعت هيرفي رينار، هو كان عارف يجهز الناس نفسيا لمواقف مختلفه من الماتش، ان هم ممكن يبقوا فعلا داون على الارجنتين. الجونين اللي جابهم منتخب السعوديه جونين حلوين جدا، جونين ملعوبين، جون الثاني جون اسطوري على نفس المستوى الكروي بتاع ميسي وكريستيانو، جون ما يجيبوش فعلا غير لعيب كبير جدا جدا. وهو ده شغل هيرفي رينار بان في تجهيز الناس نفسيا او تجهيز اللعيبه نفسيا، ان هم يبقوا جاهزين يتعاملوا مع مواقف مختلفه في الماتش. وده كان جزء منتال مهم جدا 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 اشتغل عليه هيرفي رينار في ماتش السعوديه والارجنتين. وبالرغم من ان السعوديه ما كسبتش ماتش بولندا، انما ان شاء الله تقدر تكسب وتقدر تعدي الموقف الصعب اللي هي فيه بالتجهيز ده. وحتى لو ما كسبوش او لو ما عدوش ماتش المكسيك، انا متاكد ان وزاره الرياضه السعوديه والاتحاد السعودي هيفضلوا مكملين في المشروع الكبير اللي هم عملوه، وهيرفي رينار هيكمل معاهم عشان يقدروا يشوفوا منتخب السعوديه في التوب 8 في 2030 ان شاء الله في كاس العالم اللي احنا مش عارفين لسه هتنظم فين. طب وايه علاقه ده بالبيزنس؟ الاتحاد السعودي ادرك ان الجزء المنتل مهم جدا جدا، والجزء بتاع كوميونيكيشن مهم جدا، وهو ده سبب اختيار نزول الفيديو في الوقت ده بعد ماتش الارجنتين. الفيديو ده نزل عشان يحفز اللعيبه، عشان يخلي اللعيبه تسخن اكتر على ماتش بولندا وبعد كده على ماتش المكسيك لو ما توفقوش في ماتش بولندا، وكان ده اللي حصل. وكمان عشان الميديا كلها والصحافه والناس كلها تفهم ان في شغل معمول ورا المنتخب، وان في مشروع معمول وراهم، وان في كاميرات بتمشي معاهم، وكل حاجه بتتنقل بالظبط زي ما بيحصل في اوروبا، وزي ما شفنا في الفيديو بتاع ارتيتا في اول اور ناثينج لما كان طالع وبيدخل لعيبته في المود وبيشغل لهم الاغاني بتاع جماهير ليفربول ونيفر ووك الون وهم في التمرين، ويقول لهم دلوقتي احنا في انفيلد. هو ده بالظبط اللي الاتحاد السعودي بيعمله مع المنتخب بتاعه. الشغل ده ابتدى من زمان، ابتدى بتطوير في المدربين، ابتدى تطوير في المنظومه، ابتدى تطوير ان المنتج نفسه كبراند كدوري سعودي بقى من اقوى الدوريات، بيستقطب احسن مدربين، بيستقطب لعيبه كويسين جدا، مش بس لعيبه مبطله رايحه تلعب هناك. كلنا شايفين الاشاعات الجامده ان كريستيانو رونالدو راح يلعب في النصر السعودي في عقد هيعدي 200 مليون يورو، او هيلعب في الهلال السعودي. فبقى دلوقتي حتى في خناقه في يناير اللي جاي على كريستيانو رونالدو. كل الكلام ده اللي بيقول ان فعلا الاتحاد السعودي والسعوديه ابتدت تشتغل بشكل قوي جدا على المنظومه بتاعتها وعلى البراند وعلى المنتج من اول الميديا لغايه الحته المنتل، المدربين، النوع التصوير وشكل المنتج في الاخر طالع ازاي، السبونسرز. فلو اي حد مش بيتابع الدوري السعودي انصحه انه لما الدوري السعودي يرجع في شهر يناير يتابع الدوري السعودي. وانا شخصيا فخور جدا
باللي المنتخب السعودي بيعمله، ونفسي ان شاء الله ان احنا نبتدي نعمل كده في الدوري المصري. عايز اعرف رايكم، تفتكروا السعوديه هتتاهل؟ طب لو السعوديه ما اتاهلتش، تفتكروا ان هيرفي رينار فعلا هيعرف يكمل مع المنتخب السعودي، ولا لو حصل اخفاق في ماتش المكسيك هيمشي؟ انا توقعاتي الشخصيه ان هيرفي رينار مكمل في المشروع ده. سيبولي رايكم تحت في الكومنتس، واشوفكم الحلقه الجايه.